مساء الخير، نحن نرحب بأي قمة ينفتح فيها العراق على العالم العربي ومحيط العربي، وخاصة مصر والأردن التي لديهما علاقات استراتيجية مع واشنطن، وكذلك لديهم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. سواء كنا مع إسرائيل أو ضد إسرائيل أو ضد التطبيع أو معه، لكن الدول التي لديها علاقات مع إسرائيل لها احترام خاص في أوروبا وفي الغرب وفي أمريكا بالذات. أعتقد السيد الكاظمي نجح في أن يبعد العراق عن أن يكون ضمن تصنيف سيء بحيث يبدو وكأنه أفغانستان. أعتقد اللي ما جعل واشنطن تحسب العراق أنه أفغانستان هو السيد الكاظمي، وأعتقد هذا الشيء يعود له شخصيا، لأنه أكثرية الحكومة في بغداد ليس لها أي نظرة استراتيجية وفي أهمية العلاقة مع واشنطن. لذلك من يقول أن العراق سيحصل في العراق ما حصل في أفغانستان قد يحصل في العراق، أعتقد لن يحصل ما حصل في أفغانستان بعراق، لأنه أكرر أن وجود السيد الكاظمي أعطى تطمينات إلى واشنطن وأعاد الثقة أن هناك أمل في العراق لأن يعني يكون حليفا دائميا ومستقرا للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يسترد سيادته بعد الهيمنة الإيرانية المتزايدة. طبعا هذه القمة هي الخطوة الأولى ضمن خطوات طويلة في الانفتاح على المحيط العربي، وكما قلت واشنطن تؤيدها ونحن نؤيدها، وأعتقد أن هي خطوة بالاتجاه الصحيح. قد تكون بسيطة، قد لا تكون بضمن الطموح، لكن أعتقد السيد مصطفى الكاظمي قام بعمل مهم وجبار في جعل هذه القمة أن تحصل في هذا الوضع المتوتر في العراق وفي المنطقة. أود أقول أن يعني مجيء الكاظمي هو كان خطوة إلى الأمام بعد حكومة عادل عبد المهدي السيئة. للأسف الشعب العراقي قد لا يرى هذا الفرق، لأن الشعب العراقي يريد خدمات ويريد وظائف ويريد كهرباء، لكن يجب أن نضع النقاط على الحروف. السيد الكاظمي استطاع أن يدرأ العراق من الوقوع في فخ أو في معترك خطير، واستطاع أن يحل الكثير من الأزمات، واستطاع أن يخرج العراق من أن يكون أفغانستان ثانية، وذلك لثقة واشنطن العالية بشخصه كرئيس وزراء العراق. وشكرا.